ما من جديد طبعا احنا مواصلين الحقيقه الموضوع الابرز ديما هو فيروس الكورونا، ذيك علاش يحضر بيناتنا الدكتور رفيق بوجداريه. مرحبا بك، اهلا وسهلا بك، نورتنا دكتور. الحقيقه باش نبدا معاك حول ما يشاع حول المرض هذايا، في انه يصيب بصفه خاصه اول ما يصيب الجهاز التنفسي، دونك من هنا نبدا ونحكيه على الفيروس هذايا. هي مش اشاعه، هذا شيء ثابت. العائلة متاع الفيروس والفيروس هذا بالذات اللي اسمه السارس كوف 2، يعني فما صار فيروس يشبه له عام 2003. الخطورة متاعه أول ما تبدأ، معناها نحكي على الحالات الخطيرة، تعطي قصور حاد في التنفس، والناس اللي تمشي ترقد في الإنعاش في العالم الكل يرقدوا على خاطر عندهم قصور حاد في التنفس. شنو يعمل في الـ في الـ في الـ في الصدر في الريه بالضبط شنو يعمل؟ الابحاث جاريه او الدراسات، ما تعرف احنا ناس كل فما لي في سوربريز، ناس كل تفاجات به، ناس تداوي وناس تنظم في الشفاء وناس تعمل في الدراسات، واحنا في ديما نتفاجئ دكتور لو تسمح لي، انه يبدو وانه ما عندوش فصيله واحده الفيروس هذايا، متحول متغير، دونك من هنا ربما جات الخصوصيه والصعوبه زاده في التعاطي معه. هي الخصوصيه كونه شفنا كونه الحالات اللي معناها تولي مختره برشا، فما سرعه كبيره في الانتقال من مرحله مستقره الى مرحله خطيره تستوجب الدخول مش للمستشفى فقط، للدخول الى الانعاش. وكعلاش الملول كي بدينا نحكيه في الاستعدادات بدينا نحصره في عدد الاسره نتاع الانعاش. اوروزمون كونه الأغلبية متاع الناس اللي يصابوا بالفيروس ما يعملوش الحالة الخطيرة. نعرفوا اللي احنا 50% براتيكما ما يحسوا بحد شيء، شوية سخانة حكاية بسيطة، و 30 فوق ال 50 30% عندهم علامات عامة، سخانة وجيعة راس، عندهم كحة شايحة، يفقدوا الشمان، يفقدوا ساعات ما عادش يذوقوا. ولكن 10 بين 10 و15% يدخلوا للمستشفى، يدخلوا للقسم العادي، معناها على خاطر حاجته بشويه اكسجين بطبيعه باش ياخذ دواء، والا يدخل القسم الانعاش في حالات متطوره. اللي قاعدين نكتشفوا فيه باش الناس تعرف، لو احنا قرينا في كليه الطب وقرينا الامراض اللي نعرفوها، ولكن هل الاعراض اللي قدمها الفيروس هذا قاعدين نحصروا فيها بشويه بشويه. ذاك علاش قبيله قلت لك راهو فما ناس قاعده داوي وفما ناس قاعده تقوم بدراسات. الدراسات اللي توا موجوده واللي احنا لازم نطلعوا عليها دوريا أجور لجور هي كونه الالتهاب الكبير اللي يحصل في البدن هو نتيجه الحاله الخطيره. كيفاش يجي ومنين يجي مازالوا الباحثين الناس تعمل، ولكن انا باش نسالك دكتور وانت جاوبني، لانه انت باش توضح لنا برشا معطيات الحقيقه. هل صحيح هو انه المصابين اللي قلت لي انت في حدود 10 و15% اللي اصابتهم تكون اكثر، معناها اللي تضروا اكثر اختيره اكثر، هل هما بالضروره من المدخنين؟ يعني خلينا شويه لهنا نصحح برشا معلومات، نتوقف عند برشا معلومات اخرى، لانه يمس الجهاز التنفسي، والجهاز التنفسي هنا نفرقوا بين المدخن وغير المدخن. شوف حكاية الدخان والكوفيد بالله خليته نحكي عليها في الأخر، لأنه تخاف تهزنا في ثنية أخرى. الناس اللي نجموا يعملوا أعراض خطيرة والناس اللي يدخلوا الإنعاش في في في, في العالم أجمع وفي تونس، هما ناس سن متاحهم متقدمة شوي، حاجة له 55 58 60 سن متقدمة شوي. قل وأنا درب باش تلقى شاب ولا شابة ولا في الإنعاش. اثنين مربوط بالمرض المزمن ولا اثنين. لا رينا وراو برا كونهم الناس هذوما عندهم أمراض مزمنة أخرى. ثلاثة ينجم يكونوا زاد عندهم المناعة متاعهم طايحة. دونك كيف يبدأ شاب ولا شابة قليل باش تراه يدخل الإنعاش في إيطاليا في أمريكا في تونس ولا في غيره. أحلى في تونس قبل ما نحكيه على السواقر الخصوصية متاعنا الحقيقة كونه راهو عدد الناس الوافدة، وهذا يزم نقولها الناس باش نطمنوها، لأنه الناس كل يوم معلومات هاو يقتل ما ولكن لازم نشوفوا واش عملنا. احنا توا عندنا 3 أسابيع في حجر صحي شامل، وقبله عملنا 3 أسابيع في وقايه والتباعد الاجتماعي واغسل يديك وما تقربش وكذا. هذا الكل ادى نتيجه. لازم نقولوا الناس النتائج اللي عندنا نتائج، ما نجموش نقولوا نرقدوا على وذنينا ونقولوا معناها سلكناها، راهي في الطريق الصحيح. هذه حاجه باهيه، ديجا نسمعوا انه المساعي هذه الكل ماشيه في ثنيه باهيه، مو زاده بوغ موتيفي العباد. لا سي بور دير لا فيريتي او جون.
راهو ال- 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 المجهودات الكبيرة اللي عملتها المجموعة الوطنية الكل راهي أدت إلى أنه الأعداد اليوم فما استقرار، فما استقرار ومعناها ما تخوفش برشا. معنى هذا نطمنوا؟ لا ما نطمنوش، نقولوا يزم حذر، ويزم حذر أكتيف، معناها حذر متواصل ماشي متواصل، خاصة خاصة وأن قادمين على أسبوع، الأسبوع المقبل اللي دخلنا فيه اليوم أنا نسيت أنا من حكم الخدمة عندي كل اثنين كل حد كل سبت، دخلنا في الأسبوع الجديد اللي ربما في آخره إن شاء الله ما نراوش، أما نخاف نخاف للراو تداعيات أكيد دزني وندزك في الصف قدام البوسطة والمعتمدين. دونك هذا هو الخوف بعد هذا في الأيام القليلة القادمة من مخلفات اللي صار في المعتمديات في واللي صار في قدام مكاتب البريد. إذا كان هذه نتجاوزوها بسلام وإن شاء الله نتجاوزوها بسلام، نقول حاجة كونه رانا يمكن مش نهربوا ماك البيك الكبير وإن شاء الله نهربوا منه، أما مش نقعدوا نجريوا في الهضبة، معناها في عدد صغير اللي المنظومة الصحية متاعنا ما هيش كما منظومات متاع بلدان متقدم علينا وأغنى منا ألاف المرات، نقعد نجريو واللي يمرض نلقاو ونرقدوه، نلقاو قسم الإنعاش ونلقاو القسم متاع الأمراض التنفسية والدواء، هو الدواء موجود معناها ثم مخزون استراتيجي موجود. برأيك باش يقع رفع الحجر الشامل هذية دكتور، يعني نحكيو طبيا لهنا، هل من داعي في الأسابيع القادمة يا سيدي مش الأسبوع هذية أنه نواصل على نفس النسق هذية؟ هو من الأكيد والمتأكد كونه ما نشنا مش نقعدوا في حجر شام، ما نشنا مش نقعدوا في ديارنا مش نرجعوا نعيشوا، ولكن مش نرجعوا نعيشوا إذا كان الأرقام الوبائية، النشرة الوبائية اللي نسمع فيها الحالات الجديدة والوفيات والناس اللي تدخل المستشفيات تكون مستقرة وتكون مضمونة تكون مضمونة. علاش وكيف مش نرجعوا؟ لابد مش نرجعوا مش نعيشوا، أما كان أنا مش نرجعوا في فترة متاع 5 شهور 6 شهور رويزم الناس تفهم مش نتعايشوا مع الفيروس. شنو معناها؟ معناها مش يلزمنا نحافظوا، كان قبل الحجر كنا نحافظوا على قواعد التباعد وقواعد الوقايه وخاصه اليدين، مش تولي نضربوهم في 10 ولا في 20 لانه مش نقعدوا متعايشين مع الفيروس، ولكن كي نتعايشوا معاه يلزمنا الوقايه تكون قويه برشا. القرار يعني تدخل في العادات نتاع التوانسه هذه اكثر من العادات، اكثر من العادات التعقيم، هذا كله ولي عاده. احنا رانا تفاجئنا، انا واحد من الناس نحكي لنفسي معنا تفاجئت كونه بلدياتنا وقادرة باش ورعنا تكون نظيفة وهوانا يكون نظيف، وذي حاجة باهية ولزمها تستمر. أما نرجع للرفع الحجر هذا قرار هو أكيد معناها يكون عنده سند طبي وبائي، ولكن هو قرار سياسي سيادي أكيد. أما بالرجوع ديما السلطة ترجع فيه. أنا نقول ما نجموش نقوله من اليوم رانا نهار الاثنين الجاي مش نصبحوا، لا أنا نقول كونه يلزمنا نضمنه الاستقرار الأرقام ونحضروا رواحنا للخروج التدريجي. رانا مش نخرجوا الكل من تحت القاعة، معناها اكيد باش يكون بصفة يلزم يكون منظم ويلزم يكون تدريجي ويلزم زاد يكون سامحني يلزم يكون الديكونفينمون اللي اسمه بالفرنسوية، معناها نمشيو ومن بعد نعملوا تقييم وكان يلزم الأمر باش نوقفوا ونرجعوا نوقفوا، لأنه ما يلزمش تجينا من ديكونفينمون أخطار اللي تفديناها في الشهر ولا الشهر ونص اللي فات. الانتكاسه على قدر اللي احنا نقولوا الاخطار لا دوزيام فاج اسمها. انا نحب نستغل في شويه وقت، يقولوا لي مازال معاك خلينا نصلحوا شويه، يعني معتقد صحيح وانه احنا ماشيين للدفاء ماشيين للسخانه وانه بمفعول السخانه هذه ربما الفيروس يتنحى يقضى عليه، دونك علاقه الفيروس بالسخانه بالشمس. احنا ديما نلوجوا الناس كل تلوج ناس معذوره معناها تلوج على الاخبار على الامل والحواج اللي فيها امل. شوف الامل اللي يجي من الكومبورتمون تاع الناس، يعني الامل احنا نصنعوه بالممارسه وبالحياه وكيفاش نكيفوا حياتنا مع الواقع الجديد. الفيروس هل يضر السخانه؟ هو كل فيروس نقول لك شاك فيروس الى اون فان، كل فيروس عنده نهايه وكل فيروس عنده سيكل. هذاك علاش نحكيو على لي انفيكسيون سيزونير، مثلا نخرج شويه من الموضوع البروده الجريب ما تجيش في الصيف، فما مربوطه بالفصول مربوطه بالفصول. احنا جينا الجريب في الشتاء حتى الأوائل الربيع. الفيروس تاع الكورونا هو ينتمي لعائلة اسمه، هي العائلة اسمها تاع الكورونا فيروس. الفيروس تاع الكورونا الفيروس اللي كيفه جاء عام 2003 انتشر من نوفمبر الماء اي بعد ماء الدنيا سخنت قعد شوية. احنا نأملوا باش هالفيروس هذا يبدأ عنده ان كومبورتمون سيزوني، ولكن يلزمنا نحضروا روحنا ونحذروا كل ما عنا، لأنه ربما مش يمشي أكثر. علاش؟ لأنه إحنا إن شاء الله نكون نجحنا في تفادي البيك اللي يهز ألاف متألفة للسبيطارات، لأن مش نقعدوا نسايروا في العدد القليل
يمكن يقعد ماشي معانا ويقعد ماشي معانا باش نوصلوا ان شاء الله الى حلين، يا اما فاكسان تلقيح، تلقيح وفما برشا مخابر في العالم يخدموا عليه، والا احنا نعملوا ايمونيزاسيون معناها حصانه طبيعيه ابتي نوبر بشويه بشويه كي يوصلوا 60% من التوانسه عندهم الحصانه نسميو سلكناه لاباس. باه نختم معاك بالسؤال اللي طرح ديما حول التدخين، والا زاد حتى الناس اللي عندهم مشاكل في الرويري نتاعهم دكتور، يعني فما ناس اليوم يعيشوا بريه واحده، فما الناس عندهم مرض مزمن في علاقه بالامراض الصدريه، دونك الناس هذو مش نجمو نقولوا لهم؟ والله شوف انا قريت كيفي كيما كل طلبه الطب في العالم وكيما الطب الكل في العالم كونه التدخين مضر بالصحه، مانيشنا اليوم مش نجي من القول وفتوى راهو ينجم يمنع. كل انسان يتكيف يعمل الدخان يعمل مضاعفات كبيره على الرواري وعلى القلب والشرايين. هذوما يعملوا يخلقوا امراض مزمنه اللي هي قصور مزمن في التنفس انسوفيزونس ريسبيراتوار كرونيك، البرونشيت كرونيك وما تبعها معناها بالليستاد نتاعها الكبار، ولا يعني يمس العروق نتاع القلب اساسا ولا العروق الاخرين. هذا يخلي الانسان اضعف قدام اي جرثومة إن كانت فيروس كورونا ولا حاجة أخرى. الفوفة اللي خرجت هالنهارين ذوما هي ملاحظة متاع طبيب فرنساوي أظن، قال راهو شفنا كونه اللي توفاو يتكيفوا، وقال راهو شفنا اللي ربما يكون قال هذا عامل من العوامل. هذه ملاحظة، الملاحظة هذه ما نجموش نبنيو عليها خلاص. المنهج العلمي والمنهج التجريبي للناس اللي قرات الوحده يبدا بالملاحظه وبعد يوفى في المخبر. واضح دونك اليوم ما نجموش نحملوا هالملاحظه اكثر من اللي تتحمل. راهو يقعد الدخان مضر بالصحه والتدخين مضر بالصحه، والمدخن الانسان اللي يتكيف يقعد ديما فراجيل اكثر قدام غيره. اي مرض به نحكيو على المناعه، نختم معاك بهذه المناعه عامل مهم برشا في انه المقاومه من عبد العبد تفرق من انسان لانسان، تكون تعاطي مختلف مع الفيروس هذايا. هل صحيح مره اخرى انه الصوم يرفع من المناعه، يقوي في المناعه؟ واحنا تقريبا مازالوا لنا 10 ايام دكتور على الشهر الفضيل، على شهر الصوم، دونك على والله بكل صراحه شوف اسمع ما 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 معناها ما نجمش نجاوبك بايه ولا لا، اما اللي نجم اي اما تسمع الاسئله هذوما دكتور، يعني هذوما اسئله نسمعوهم في المجتمعات. انا اللي نجم نقوله كونه المناعه تتطلب نمط حياه ونمط غذائي متوازن، وتتطلب كميه من الماء كل يوم يشربها الانسان باش ما يتيحش بدنه في ديزيدراتاسيون، وتتطلب معناها اكتيفيتي فيزيك باهيه، وتتطلب معناها هواء نقي. تقول لي الصوم يتعارض مع المناعه؟ ما يتعارضش، خاطر كي كنا نصوم قبل انا قلت يقوي المناعه ولا لا؟ لا ما نجمش والله ما نجم نجاوبك بصراحه معناها. اما الـ 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 الصوم الامتناع هو ثم لوجون ثيرابوتيك، مش بالمفهوم الديني ولا بالمفهوم الشفائي، ينجم يخلي البدن يتخلص من بكود التوكسين فيه. اسكو يتخلص في بكود التوكسين نجمي قوي؟ ربما ايه ربما لا. اما اللي نقوله اليوم احنا صمنا قبل في الصيف وفي الشتاء ونخدموا، فما امراض اللي صوم قبل ما مرضش بالجريب اكثر من غيره. ما مرضش من الجريب اكثر من غيره. ولكن نرجعوا للقاعده الفقهيه، انا مانيش فقيه ومانيش صوم وتصحوا، هو ربما مش في المعنى هذا، هو كونه كل انسان يشوف روحه، كان اللي الصوم نتاعو يخليه في فورما، خاطر احنا كان مش نخرجوا من الحجر او مش نقولها للناس، رانا لازمنا ندوبلو الخدمه نتاعنا يمكن 3 أو 4 مرات، دونك كان يلقى روحه منهك يختار يا يخو كونجي وسوء يا يخدم ويشوف معناها فتوى. هل الاجابات هذيا نجاوبوا عليها من مدخل علمي بربي كلمه كان مش كان اخيره دكتور صغيرة معك. راهو احنا المنظومه الصحيه والدوله والمستشفيات والكل بركي ماشي على الناس اللي مرضى والناس اللي باش ان شاء الله لا يقدر عليهم بالكورونا بالكوفيد، ولكن ما لازمناش ننساو الناس اللي مرضى بالدم والسكر وقصور المزمن في التنفس، واللي عنده معناها سرطان لازم ياخذ كيميوثيرابي ولازم يعمل عمليه خاطر عنده ورم كبير، هذاك راه ما لازمناش ننساوهم. ويلزمنا هما يمشيوا للمستشفيات، راي المستشفيات عندها مسالك نتاع كوفيد ومسالك نتاع نون كوفيد باش يداووا، ويلزم زاد نلقاو لهم حل باش ما نفيقوش غدوه في جوان ولا في جويليا نلقاو قدامنا معناها ان كايد رونديفو نتاع الاف متالفه نتاع عمليات وناس اللي غابت على الشيميوثيرابي ونلقاو حالات معناها
وعنا برشا أسئلة دكتور، ربما مرة أخرى يكون المجال أوسع نحكي، وبرشا ناس تتسائل، اللي عندهم عمليات، اللي عندهم مواعيد، اللي عندهم دي كونترول، اللي عندهم دي رونديفو دو شيميوثيرابي، دونك الناس هذوما الكل نتصور وأنه يعيشوا في الحجر الصحي، ولكن الحلول موجودة بمخاوف أكبر. الناس خايفة، الناس خايفة ما عادش تمشي برشا المستشفيات خاطر خايفة. الخوف إنساني معناها وطبيعي، ولكن راهو يلزمنا توا نقلوا من الخوف، لأن ولينا مش عايشين مع الـ مع الـ مع الفيروس هذايا. وفي المستشفيات وفي المستوصفات وفي المستشفيات المحليه راهو فما طب وفما صيدليات مفتوحه باش الناس تجدد ليزوردونونس وتشوف الطب نتاعها. طيب شكرا لك دكتور، يعطيك الف صحه. نعرف اللي انت مشغول برشا، ونعرف انت جيتنا من سبيطار عبد الرحمن ميمي اللي فيه برشا حالات، واللي عندكم عمل يومي وعمل جباري يسلى فيكم. دونك شكر من خلالك انت لكل الطاقم الطبي والشبه الطبي في سبيطار عبد الرحمن ميمي. شكرا دكتور مره اخرى. شكرا لك.